نحن طبعا بعد إعلان من قبل الرئيس الإيجاد بأن آلية الإيجاد فشلت لإيجاد حل سلمي لقضية الجنوب، وبعد ما هم أعلنوا حيكون في آلية جديدة يضمن فيه الإيجاد والترايكا وخمسة دول من إفريقيا كل واحدة تمثل كتلة اقتصادية في إفريقيا، نحن أيدنا الآلية لأن الآلية الجديدة دي تجلس وتورينا خارطة طريق للسلام. لذلك نحن اشتغلنا وعددنا هذه الوثيقة توضح موقفنا كالحركة الشعبية، موقفنا في التفاوض في الآلية الجديدة المسمينة إيجاد بلس ميديتد بيس توكس. سو نحن ملتزمين بأن إذا الآلية بدأت عملها نحن هنكون موجود طرف من أطراف النزاع. نحن طبعا وقعنا اتفاقية أروشا كطرف مؤثر، طرف ثاني مؤثر، ونحن اقترحنا للوسطاء بأن يجب على ترجمة هذه الوثيقة، هذه الاتفاقية إلى دستور الحركة وإلى لوائح الحركة في أروشا، وإن اختاروا أن يكون في جنوب إفريقيا وبه. ولكن الوسطاء والحكومة أصرت أنها ترجمة هذه الوثائق تتم في جوبا. طبعا نحن مسلحين، نحن خاضين في نحن طرف النزاع مسلح، ما ممكن نرسل وفد إلى جوبا في الوقت الحالي. قلنا إذا تمينا ترجمة الوثيقة أروشا إلى هذه الوثائق، بعد ذلك نحن نتم التفاوض لإيجاد اتفاقية سلام. لما نخلص من هذه الاتفاقيات بعض الناس ممكن تمشي جوبا وتطبق هذه الوثائق. حقيقة اختلفوا لأنما هم مصرين أن نحن نرسل وفد إلى جوبا، قلنا نحن ما بنقدر نرسل وفد إلى جوبا والاجتماعات توقفت على ذلك. بكرة ليوم أنا هقول عظيم شعبنا أن نحتفل بهذا اليوم لأن هذا يوم عظيم. بس أن الآن إننا أزمة دستورية، سلفكير فترته انتهت، حتى إذا هو يعلن نفسه رئيس لمدة 3 سنوات هو غير منتخب من قبل شعب جنوب السودان، هو ارتكب جرائم ضد الإنسان، سلف أكيد فقد شرعيته، هو غير شرعي، أنظمته غير شرعية. نحن بننادي للشعب جنوب السودان أنهم حس يأخذ الأمور في يدهم، لأن هذا الرجل سلب سلطته وعلن نفسه رئيس بدون شرعية، خلاهم أن ما يجروا انتخابات عشان يختاروا رؤساهم أو قياداتهم. لذلك نحن أعلننا سلف أكيد في هذا اليوم رئيس غير شرعي وأنظمته غير شرعية، ونحن بنقول لشعب جنوب السودان وللإقليم وللعالم كله أن من يتعامل مع هذا النظام يعرف أن هذا النظام غير شرعي في بلادنا، فرض نفسه على شعبنا، سلب سلطته، وإن شاء الله هذا النظام
سيزول في فتره وجيزه. ونحن تعلمنا ان سلفاكير يستغيل. شكرا سيدي. شكرا جزيلا. شكرا.